هل حقا عم فتحي؟ سيبني لك بوابة كبيرة لتعمل عليها فور تخرجك؟ انتظر، تعال هنا. اتركني وشأني. على الطالب محمود فتحي التوجه إلى مكتب مدير المدرسة. أين نور وسيف وجنات وليلى؟ نور وسيف يجلسان بالخلف، أما ليلى وجنات فأظن أنهما بالمكتبة. انظر، إنه الزلزال، احترسوا، الزلزال قادم. انظر هناك، هل فمك يا أيمن؟ منطقة محرمة، لذلك وضعت الأسلاك الشائكة. إنها منطقة محظورة، ممنوع الاقتراب أو التصوير. هل آذيتموه في شيء يا يوسف؟ أبداً، كنت أهندم قميصي فلمست يدي ظهره دون قصد. لا، أنا أقف بجوار محمود في الصف الموازي له، وكنت أسمع يوسف وهو يسخر منه ومن عمل والده. أنا أيضاً سمعته، وكريم كان يشاركه. يوسف، هل حدث ذلك؟ أيضاً لي ملاحظة أنا وسيف على يوسف وكريم، لو سمحت لنا يا أستاذ عارف. تفضل. بالأمس شاهدت أنا وسيف يوسف وكريم وهما يسخران من بعض الزملاء، وكنا قريبين منهما، وللأسف لاحظت غياب كل من سخر منهم يوسف وكريم مثل أيمن ونهال. ربما تأثرا من السخرية. بالفعل، فنهال خاصة تتمتع بحس مرهف جدا، فهي عازفة موسيقى ممتازة. وأيمن أيضا، فهو معي في جماعة الرسم. وأنتما يا يوسف وكريم، ما موهبتكما؟ هل السخرية من الغير كل ما تمتلكانه من موهبة؟ للأسف فقد كنا نمزح لا أكثر. بالفعل لم نقصد إيذاء أحد. لا مزاح في أن أسخر من شخص آخر، لأن من المؤكد أن كلا منا لديه ما يمكن أن يسخر منه غيره. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.